ليش يا بنتي؟ شوفي اما فيني اخذ هاي الكرتونه ممكن؟ ليش شو بدك فيها؟ هاي الكرتونه للزباله. بدي اياها بشغله، ممكن تعطيني اياها؟ طيب يا بنت تفضلي خذي الكرتونه. شكرا كثير يا امو. عفوا. هاي البنت شو بدها بالكرتونه؟ يلا ما علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. شو هاد؟ شو عم تعملي يا عمو؟ ليش حاطة اختك بالكرتون؟ هاد انت يا عمو؟ ولا شيء يا عمو ولا شيء. احكي يا عمو، انت ليش حاطة اختك بالكرتون؟ عمو انا حاطة اختي مشان تتدفى من البرد. مشان شو؟ انا يا عمو اختي بردانة والدنيا برد، ما في شيء ادفيه فيه، ما في شيء البسها اياه. ما في شيء تلبسيه اياه؟ بتقومي بتحطيها بالكرتون؟ يا عمو اختي بردانة شو بدي اسوي؟ ما عندي غير هذا الحل. حسبي الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة الا بالله. طيب يا عمو انت وين اهلك؟ ابوكي؟ امك؟ قرايبينك؟ ليش انت بالشارع؟ عمو انا ابوي امي منفصلين، مالي حدا. يعني مالك حدا ابدا؟ ايه عمو مالي حدا، انا واختي لحالنا بالشارع. لا حول ولا قوة الا بالله. طيب طلعي طلعي لاختك من الكرتونة، ما بصير ضرب الكرتونة. تعي حبيبي تعي. اسمعي اقول لك يا بنت، خلص انا قررت قرار انه ساعدكم وما بصير تاني مره احط اختك بالكرتون. انت رح تعيشي عندي انا وامي واخواتي. شو قلتي؟ عايشه عندكم انا عمو؟ اي يا عمو، تعيشي معي انت واختك مع امي وخواتي. شو قلتي يا عمو؟ انت موافقه ولا لا؟ ورح اعيشك احلى عيشه باذن الله، وسعرك بسعر اخواتي، ورح تاكلي اطيب اكل، ورح تدرسي انت واختك باحسن المدارس، وامي بتدير بالها على اختك. شو قلتي يا عمو؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك يا عمو، انا موافقه. جاهزه يا عمو جاهزه. خلص يا عمو على توكلنا على الله. تمام يا عمو، الله يرزقك يا عمو ويفتح بوتك ويوفقك يا عمو. تسلمي يا عمو، الله يحفظك يا رب ويحميكي. يلا يا عمو خلينا نقوم، يلا بسم الله يا رب. لحظة بس، يا بركي يا عمو بركي. اطلعي يا عمو، اطلعي يا حبيبي اطلعي. بركي جنب اختك. يلا. يلا بسم الله. جاهزة يا عمو؟ ايه. ايه عمو نحن جاهزين. تمام حبيباتي، بسم الله توكلنا على الله. حبايب القلب اتمنى يكون القصة نالت اعجابكم، لا تنسوا تحطوا لايك للفيديو ومتابعة على الصفحة، نحن بدعمكم نكبر، اكتبوا في التعليق ما شاء الله، فضل وليس امرا.